Welcome to the high-level event, Women Rights, Gender Equality, and the Future of Biodiversity, organized by the Government of Costa Rica. مرحب بكم في هذه الندوة عن التنوع الحيوي المنظمة بالأمم المتحدة. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Fundación Ambiente. الأمم المتحدة تستضيف هذه الندوة للتحدث عن التنوع البيولوجي أو الحيوي ودور المرأة فيه، ومتأكدين أنه سيكون دورة ناجحة إن شاء الله. Before we begin, I will run quickly through some logistics. We will have interpretation in the following language. لدينا بعض التوضيحات في هذا المجال. ولنا ترجمة في جميع اللغات، اللغة الروسية واللغة العربية. Participants can ask questions to any speaker or panelist during the event in the Q&A section at the bottom of your screen, indicating your name, country, and for who the question is addressed. They will be answered directly in the chat. Let's begin. Today, humanity faces four interrelated اليوم health, climate, biodiversity. نتحدث عن الدور التي تقوم به المرأة في التنوع البيولوجي، وخصوصا بالنسبة للبيئة والنظام البيئي بصفة عامة، والتعاون الدولي للتطور والمساواة بين الجنسين، وهذا الوقت لاتخذ القرارات المناسبة المفيدة والمثمرة في هذا الوقت الناجح. ويجب أن نجد الحلول المناسبة لهذه المشكلة، وخصوصا بعد جائحة كورونا. علينا أن العالم كله أن يواجه هذه المحنة بكل ثقة واتخاذ قرارات مناسبة. فعلينا الحفاظ على البيئة، علينا مواجهة كل هذه الأخطار التي تواجه العالم. التحديات كثيرة، ولكن على كل الشركاء في هذا الصدد أن يتعاونوا معا للوصول إلى الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر. خصوصا ما بعد 2020 والتطور الحيوي، يجب أن نستثمر كل الوقت المبذول لمجابهة كل التحديات. لدينا مشاركة من العالم كله وناس في غاية الأهمية من كوستاريكا، سيتحدث معنا إليزابيث السكرتير التنفيذي، وماريا شولتز ونائبة رئيس كوستاريكا ونائبة رئيس أوروغواي ومديرة التطور البيولوجي وناس كثيرين جدا، وماريا شولتز هي ماريا أخصائية وضع سياسات والمنسقة للتنوع البيولوجي والنظام البيئي. زملائي
أقدم لكم تحية. إنني من دواعي سروري أن أتحدث معكم اليوم في هذا الموضوع الهام جدا. أرسل لكم تحياتي من الصين في معاهدة أو اتفاقية التطور البيولوجي. هناك مفاتيح هامة جدا في تطور وفي تنفيذ ما بعد 2020. في هذا الصدد أرحب بهذه الفرصة للفت الانتباه لكم لتنفيذ كل شيء في هذا المجال. الشرط المسبق لهذه الأجندة أن تعترف كل الأحزاب بدور المرأة، وعلينا أن نفرض تقديم جيد لإدخال المرأة والبنات في البنات في أن هم يقومون بدور فعال في هذا المجال. هذا ليس كانت الطريقة المثلى، ولكن بعد ذلك علينا اعتبار هذا الأمر هام جدا لندخل المرأة والبنت في اتخاذ القرارات التي تهم العالم كله، من اختفاء بكل التنوع الثقافي سواء من الثقافات المختلفة التي تؤثر في المستقبل. لقد وكوفيد 19 أثر في العالم كله، وتأثر كثيرا جدا المرأة والبنات تأثروا بهذه الجائحة. هذا يشمل عدم وجود العمل المناسب لهم، والتهديدات التي تواجههم بخصوص جنسهم الضعيف، والتأثير كان عليهم، وأيضا تأثير على البيئة والجو وكل الظروف الاجتماعية والظروف البيئية كانت أثرت على المرأة والبنت. وعلينا أن نواجه هذه المشكلة، خصوصا يجب أن نتخذ في 2021 لازم أن نعتبر ونتخذ هذا القرار في أن يجب أن نحيي دور المرأة ونعطيها الصلاحية لتتخذ قرارات، وأن تكون المرأة دور وتقوم المرأة بدور فعال في المجتمعات، وعلينا تنفيذ هذا. والهدف الأساسي هو أن تكون المرأة لها مشاركة فعالة في التنوع البيئي والتنوع الحيوي في كل الأراضي وكل المجتمعات وكل الجماعات. أيضا أن المرأة تقوم بدور فعال، علينا أن نزود المرأة بكل ما يهمها ولمساعدتها لنرفع المستوى المرأة في العالم كله. يجب أن اتخاذ القرار، المرأة تشارك في اتخاذ القرارات على كل المستويات. ويجب الأجندة أن تعد بكل الأطراف، ويجب إدخال المرأة والبنات في اتخاذ القرارات سواء التي تخصهم أو التي تخص العالم كله. يجب أن يكون هناك تغير كامل في البنية التحتية للثقافات، ونغير الطريقة ونعترف بكل ما هو اتخذناه في 2021. يجب أن يشارك المرأة والرجل ومشاركة المرأة بصفة خاصة في كل القرارات، وندمج الشباب والشابات في مواجهة التنوع الحيوي في هذا المجال. لا نستطيع أن نواجه هذه التحديات بمفردنا، وليس علينا أن نتخذ عدد قليل جدا من الناس يقرروا للبشر كلهم. لازم يجب مشاركة الجميع في هذه القرارات، وخصوصا المرأة. أشكركم وأتمنى لكم مناقشات مثمرة.
شرفنا الآن أن أدعو نائبة رئيس الجمهورية ورئيسة الجمعية ورئيس مجلس الشيوخ في أوروغواي السيدة بتراتريكس أرجيمون التي أصبحت في عام 2019 أول امرأة تنتخب نائبة للرئيس في بلدها وأيضا كانت نائبة لفترتين متتاليتين ومديرة معهد الوطني للقاصرين بالإضافة إلى ذلك فهي مسؤولة عن تجمع النساء في مجلسين ومجلس الفريس رجاء رحموا معي بنائبة الرئيس تفضلي معاليك حتى تلقي كلمتك عن الإطار السياسي وأهمية اشتراك النساء في إطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد 2020 شكرا جزيلا نائبة الرئيس تفضلي مشكورة a la cual le asigno una gran importancia. دواعي السرور أن أكون معكم اليوم. إنه من المهم جدا. أريد أن أشكركم في البداية خاصة على تنظيم هذه الفعالية. من الصحيح أن هذه الجهود وهذه الخصائص حتى نكون واضحين في هذه الجوانب. التي نعمل عليها اليوم وبالتالي هي نقاط مهمة للأشخاص الذين نظموا هذه الفعالية فهي فرصة أن يطلعوا على الإطار الخاص بذلك بالنسبة للتنوع البيولوجي وأيضا بالنسبة لهذا الفعالية وبالتالي مع كل هذا الترحيب الذي رأيته هنا أريد أن أبدأ بالتوضيح هنا بالنسبة أن كل شيء هو مرتبط بأهمية تفسير هذه الظاهرات الحيوية لا نستطيع أن نأخذ الإجراءات ولكن أيضا هذا مرتبط بحياتنا ببيئتنا وما نريد أن نتركه للمجتمعات المستقبلية والأجيال المستقبلية وبالتالي هناك إشراك للنساء والرجال أيضا بالنسبة للجهود على المستوى العالمي التي تصنع بالنسبة ليس فقط أن يكون لدينا وضوح ولكن أيضا التركيز على حقوق الإنسان وهي هذا التفسير الوحيد بالنسبة للمساواة ما بين الجنسين ما بين الرجل والمرأة وعلى الصعيد الدولي كان هناك تركيز على المسرح العالمي بالنسبة للمجتمعات المختلفة وحتى يكون هناك تركيز على هذه القضايا المهمة التي نريد أن نركز عليها جميعاً خاصة أنها لا يمكن الوصول إلى ذلك وأن يتم قياس الأثر على البيئة وعلى التنوع الحيوي بدون الإشراك المرأة وبالتالي لها دور أساسي في المجتمعات المحلية أيضا أريد أن أضيف هناك أيضا شخص ما مرتبط وملتزم بهذا التنوع الحيوي بالطبع هناك الحاجة للحفاظ على هذه الاحتياجات وبالتالي التعليم المرأة في مجتمعاتنا وهذا بالطبع هو عنوان المستقبل لمستقبل الأجيال القادمة وبالتالي النساء في مجتمعاتنا الآن في مجتمعاتنا نرى هناك تركيز في القرن العشرين
يجب أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار ولا نهمل هذه النقطة بالنسبة للصحة في مجتمعاتنا في البيئة. لأن كل هذه العناوين هي مرتبطة مع بعضها البعض، وبالتالي يجب علينا أن نشارك في اتخاذ القرار على المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي. هنا نتحدث عن الفتيات وعن النساء. إذا من المهم جدا أن نضع بعين الاعتبار أن الآن نحارب هذا الوباء الكوفيد 19 على المستوى العالمي، وبالتالي يجب علينا أن نواجه هذا الوباء، وكلنا يعرف أنه من الصعب أن نخرج من هذا الوباء بالنسبة للأثر الخاص بهذا الوباء. ولهذا يجب علينا أن نأخذ هذه الإجراءات ونعزز سير المعلومات بالنسبة للتنوع الحيوي. ولهذا أريد أن أوضح هنا في كلمتي وأؤكد على التزامي بالنسبة للعمل الذي نقوم به وبتفعيل دور المرأة وتعزيز دور القيادة النسائية على المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي. لأن غياب المرأة خاصة في وضع السياسات بالطبع سيكون له أثر سلبي. إذن أريد هنا أن أؤكد مرة أخرى على التزامي في هذه النقطة. وهنا أرحب بكم جميعا وأشكركم شكرا جزيلا على هذه الدعوة الكريمة. Muchas gracias. Now, I will invite Ms. Ray, who will provide us with an introduction to the importance of understanding and taking steps. الآن سنقدم لكم in order to meet the twin goals of meeting the objectives of the CBD المتحدث الآخر سيتحدث عن البيئة. أشكركم على هذا الحدث الرائع. أشكركم كثيرا على هذا. سأبدأ سأتحدث عن الجنسين ومعاهدة التنوع البيئي التي تعترف بالدور الهام والمشاركة الهامة للمرأة ونريد المشاركة الكاملة للمرأة في خصوصا في برامج العمل وأيضا المشاركة في اتخاذ القرارات. ويجب تبني هذه المعاهدة وأن تكون متعددة الأطراف، ويجب أن يتم تحديثها كثيراً كما بدأنا الأجندة الخاصة من 2015 إلى 2020 وسنستمر فيما بعدها وما بعد 2020 والتركيز كان على الجودة ودور المرأة الفعال والبنات أيضاً في جميع المجالات. وأول ما نشرت هذه الاتفاقية في أغسطس 2020 والهدف 2021 الأجندة تركز على دور المرأة والإطار العام الذي يشمل المبادئ الرئيسية للتمويل.
تفعيل كل دور تقوم به المرأة على المستوى العالمي أيضا. والأجندة 2020 للتأكد من أن هذا الدور تقوم به المرأة على أكمل وجه. يجب أن تكون هناك اشتراك كامل للمرأة في اتخاذ القرارات. ولدينا الآن الجزء الأول الذي تفتتح الآن التي أرسلت لنا رسالتها من الصين. والدور الثاني سيقام برضو في الصين في أبريل القادم. سنتبنى الأجندة الخاصة ب 2021 مع احترامنا لكل المبادئ، وسنواجه كل الإطارات وكل التحديات أيضا، ونبني ونتخذ المناقشات الهامة لحقوق المرأة والمساواة للمستقبل. شكرا. سأقدم لكم مايا من هيئة الإذاعة البريطانية، من هيئة الإذاعة البريطانية، وهي صحفية أيضا في هيئة الإذاعة البريطانية. أنا مقدمة برنامج في البي بي سي. المناقشة ستنقسم إلى جزئين. سنتحدث عن الجنسين، وسنتخذ إلى ونلقي نظرة أقرب عن التحديات التي تواجهنا. أقدم لكم جلسة المناقشة. باميلا كوستاليو نائبة وزير البيئة والطاقة لدولة كوستاريكا، وهي تقوم بدور فعال بخصوص البيئة والسياسة أيضا، وأسست برامج هناك لحماية المرأة وأيضا لحماية المرأة السمراء. وقامت بعدة برامج على مدى العشر سنوات الماضية لتطوير حقوق الإنسان في الكاريبيان، وتنسيق في الاجتماعات خاصة لإعطاء دفعة لدور المرأة هناك وحماية حقوق المرأة خصوصاً، وإشراك المرأة في كل الفعاليات. أشكركم جزيلاً. أيضاً لدينا لديها دور هام جداً على التساوي بين الجنسين، وهي أيضا منسقة عالمية دولية تتحدث في مجال التنوع البيئي والحيوي ومشاركة المعلومات وخصوصا الأمور البيئية. ولدينا أيضا السيد ديفيد بوي، وهو أستاذ فيزياء في جامعة بريتش كولومبيا، ولديه كتاب عن البيئة والمشاكل والتحديات البيئية.
شكرا أشكرك على وجودك معنا مستر ديفيد باسيل نائب الرئيس للإطار الدولي للتنوع الحيوي CBD 27 سنة خبرة في هذا المجال ولديه أبحاث كثيرة في هذا المجال وهو رئيس أيضا عدة مجموعات في الجامعة ومدير أيضا في بعض الجهات البيئية أشكركم وسنبدأ بالمناقشة لما لا يفهمون ما المقصود بال ما بعد 2020 هو إطار لحماية المرأة للتنوع البيئي يجب سيتم تبني هذا المشروع في العام القادم عندما ننظر إلى كيف نصل إلى التحدي والتبني الآراء التي حماية البيئة والتنوع الدرس المستفاد هنا حول ما يمكن أن يكون مختلفاً وخاصة الدرس الذي تعلمناه في هذه المجموعة بالنسبة لهذا الإطار في السابق كنا نرى بالنسبة لوزارة البيئة وبالتالي ما أدركناه هنا وما نحاول أن نقوم به النجاح سيكون هناك وبالتالي يمكننا التعامل مع ذلك وأيضا هنا نتحدث عن دور وزارة البيئة وهذا جزء من المجتمع حتى بالنسبة للتمويل والمجتمع المدني وخاصة بتعزيز دور المرأة أيضا بالنسبة لذلك هو أن كيف يكون لدينا أهداف منطقية من خلال إيجاد التوازن بين ما نريد أن نقوم به وأيضا محاولة أن نكون واقعيين بالنسبة للأهداف وهنا من المهم أن يكون هناك مجموعات عمل في هذا الجانب هذا الإطار بالطبع لا نريد أن يكون فقط ورقة أريد أن نعمل مع تينا والجميع وأن يكون لدينا خطة ولكن هذه ستكون على الرف ستكون نحتاج إلى إجراءات على أرض الواقع دعوني أؤكد أو أركز على الدور المهم للجنس بين الاثنين هو المناقشات على أيضا في مستوى الإطار والتطبيق لو تحدثنا عن النقطة الأولى من المهم دور المرأة لا نتحدث فقط عن الدور ولكن أيضا القدرة عندما نتحدث عن التدريب الذي تم للمناقشات النساء وبالتالي هذا التنوع المهم الذي تم من قبل التنوع الحيوي وهذا بالتالي يقدم لنا حتى نقوم به كمؤسسة كيف يمكن أن نستنسخ هذا النموذج من التدريب في تمكين النساء في كل أدوار المجتمع النقطة الثانية بالنسبة للدور الخاص بالمرأة لقد أحرزنا الكثير بالنسبة للتدخلات ولكن لا يمكننا أن نتوقف النقطة الثانية بالنسبة لهذا الإطار GPDF يجب أن نكون حذرين
كما تفضلت تينا، بالنسبة لدور النساء لا نحتاج أن يكون فقط هدفاً، نحن نتحدث عن جميع الأدوار بالنسبة للأهداف، ولكن هذا ليس كافياً. هل هذا يكفي؟ هل هذا ما نبحث عنه؟ إذن مع الفريق الذي نعمل معه نحن نحتاج أن نحسن من ذلك، هذا هو ما نريد أن نقوم به. بالنسبة أيضاً للتطبيق على المستوى الوطني والمحلي، كيف يمكن لنا أن نترجم ذلك؟ بالنسبة للخطط الوطنية والمحلية، وبالتالي الرسائل الثلاثة التي أريد أن أتركها بالنسبة للإطار، هناك إطار للجميع وهناك فكرة نحتاج فيها من الجميع، نحتاج أن نسمع من الكل، هذا هو المفهوم، وبالتالي يجب أن نناقش ذلك. أشكركم شكرا جزيلا. تفضلي مايا. أحب كيف ركزت على أهمية التطرق إلى أهداف واقعية، وهنا نحتاج أن نركز على ما نحتاج أن نتبع. المتحدث الثاني سيد بويد، بالنسبة لمنظور البيئة الصحية، وهنا نتحدث عن المساواة والتنوع الحيوي، كيف يمكن أن يتقاطع ذلك مع كل هذه العوامل؟ شكرا جزيلا مايا، دعوني أشكركم على هذه الدعوة الكريمة للانضمام خاصة في هذا الموضوع المهم، وأريد أن أبدأ هنا بمشاركتكم الأخبار من الأمم المتحدة. وبالنسبة للمرة الأولى على المستوى العالمي، الجميع في كل مكان، الكل يريد أن يعيش في بيئة نظيفة، وبالتالي هناك نساء من حول العالم، من كوستاريكا السفيرة لدندس سفيسة ديافيكا سيوليوفا، من سلوفينيا السفيرة السلوفينية ومعالي الأميرة، وأيضا حتى سيد أندرسون من برنامج البيئة، إذن ساندرا وكولدريرو ولوسي والكثير والكثير، إذن هناك توجه من هذه النساء. وبالتالي في هذا الجزء من العالم نحن هنا نتحدث عن الماء الكافي، نتحدث أيضا عن البيئة النظيفة، وأيضا بالنسبة للبيئة التي نستطيع العمل بها، وهذا مهم جدا للنساء والفتيات. إذن نحتاج أن هذا يؤثر على نسبة العمل بين النساء والرجال، مثل التلوث في الجو، إذن بالنسبة للنساء والرجال نحن نتحدث عن خسارة الغابات والمنظومة الحيوية،